ذكر واحد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ذكر الليل والنهار كله، وتأخذ عليه ملايين الحسنات. وقبل التعرف على هذا الذكر العظيم، رجاء إخواني الكرام لا تبخلوا علينا بوضع إعجاب لهذا الفيديو، واتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إخواني الكرام، ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال وأيسرها كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جوامع الأذكار، وهي ما قل لفظه ومبناه وعظم أجره ومعناه. ففي الحديث الذي معنا يحكي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه كان يحرك شفتيه فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب، أما التخريج فقد أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى مختصرا، وابن أبي الدنيا والمنذري. أما ما يستفاد من الحديث فأهمه فضيلة هذا الذكر الخاص، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى به نال الأجر العظيم الذي يفضل أكثر الأذكار. ولذلك بوب الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عندما أخرج الحديث بقوله: باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير بوصف العدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، فإنما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد، أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط. وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، فلهذا كان أفضل منه. وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح، عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له، فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره، فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عددا ولا يحصيه الحاصر. والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن غيره به لوزنه وزاد عليه. وهذا بعض ما في هذه الكلمات من معرفة بالله والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم مع اقترانه بالحمد المتضمن ثلاث أصول: أحدها إثبات صفات الكمال له سبحانه والثناء عليه، والثاني محبته والرضا به، والثالث فإذا انضاف هذا الحمد للتسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه، كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره، وبالله التوفيق، انتهى قول ابن القيم رحمه الله باختصار.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. إخواني الكرام، إذا أتمنتم هذا الفيديو إلى آخره فلا تبخلوا علينا بوضع إعجاب له وشاركوه لتعم فائدته، ولا تنسوا ترك تعليق أسفله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.